مو شغالة أصلا. وكل ما يجي أنت يا سي أنت إذا تريدين تسوين معمل إذا تسوين معمل أبدا ما دا أصنع وقت دا ما يهمك. هاي الليبل البودرة هاي ما مستعملها ثاني غابل هذا هاي نفس هالشرابات هنا نمبر لو تنزل على هذا الباج نمبر في الشارع ما تلقي اي قنينه تحمل هذا الباج نمبر ولو وجدت قنينه وحده تحمل هذا الباج نمبر انا احصل انت شكو لعدة تلزقيها يعني هذه ليش؟ بس كمجموعه لزقناها ليش؟ جربنا الليبلنج ماشين جارك وغرب من وراه؟ جربنا الليبلنج ماشين بس انا مو بصدد يعني التجربه اسمعي بابا التجربه مو بهالكميه اللي يجرب يجرب علبتين ثلاثه نعم وبموافقات الاجهزه الامنيه حتى دفتر الوصولات عندكم نعم لا هاي مالتي نور الحكمه اي تليفونات اي هذا عن طريق هذا عن طريقه هذا نور الحكمه ايش عنده هنا اذا انت تجربين هاي مالتي استاذ ايش عنده جاي هنا هو شنو عندي صيدليه مكتب مدخر ايش عندك نعم عندي مكتب وشركه بالاربع شوارع نعم بيها كل هاي المواد نعم غلى الايجار علينا نعم. شلنا كل المواد من هناك وين جبناها اهدانا نعم. رغم انها الليبلات اللي هي شان والتوصيات نعم. دبيناها والشيش نعم. كلها دبيناها ما عندي مكان خزن والمعمل هو ما جاهز يعني للانتاج فبديت اخزن يعني اذا تشوف هاي الكميه اسمحي لي بس هاي الكميه بس تقدر تشوفها نعم هاي كميه وبعد عدها واضح يعني مو بس هاي القضيه يعني هاي كلها للتجربه انت عندك بخط الانتاج عندك يعني ماده بدول نعم سياده اللواء انا حسيلك يعني انت مقتنع بهذا الكلام سياده اللواء كلامها احنا بالنسبه لنا هذا عرضناه نعم وراح نعرضه للقاضي قضايا شغله يا بالله ما تشتغل ليش؟ كل فتره كل 15 يوم اشياء اضطر اجيب المصاري مو هيجي حاجه حاجتين يجرب وبعدين يصلحها وكذلك ورا 20 يوم لانه الانتاج هو هذا الخط لانه التنميه الصناعيه لازم تجي تعطيني اثبات تاسيس في سبيل اقدر اخذ قرض للمصنع. انا كاملته مو داخل لك تاركته للمصنع. تاركته اعتبرته مخازن ليش؟ لانه ما عندي تمويل حتى لو نظيف هذا حتى لو نعم تشتغلين فيه وحتى لو عندك موافقه ما عندي موافقه بالتصنيع خلاص ما عندك موافقه بالتصنيع بس عندي موافقه بالتجريب اسمحي لي انا قريت الاوليات وقريت قرار قاضي التحقيق انه انت مقدمه طلب لكن لانه انت مو اختصاصك هذا ولانه المكان غير اسمحي لي يعني الأدوية اللي تصنع بدون اختصاص يعني من حقها أنا أصنع أدوية من حقها تعمل معمل شنو هذا السؤال محدد من حقها أصنع أدوية شغل صيدلي عندك أنت بشغلة صيدلي أنا ما منتجة حتى شغل لا شنو هذا الموجود لا شغل بقايا منو شغلها منو جربها هاي العلب كلها مليانة شوفي هاي العلب كلها مليانة مليانة انت شنو اختصاصك؟ شنو اختصاصك؟ هاي طبيبة بيطرية طبيبة بيطرية شغلي صناعة أدوية بيطرية نعم بس هاي الماكينة من جبناها ومن خلال التحقيق والأوراق التحقيقية اللي شفناها نعم بال 2009 أعتقد مقدمة طلب لكن لعدم وجود اختصاص وعدم وجود يعني المكان ملائم مرفوض الطلب يستمر الجدل بين أطراف قضية اليوم بشأن موضوعين مهمين أولهما حصول المتهمة على موافقات رسمية لتأسيس معمل لإنتاج الأدوية من عدمه والآخر إجازة استخدام المتهمة العلامة التجارية لمعمل أدوية سامراء هل من معقول تكون عليه شركة هاي إذا تجرب